سبي بحاول. وقبل نبدا هاي بصير يلا نبدا يلا يلا يا بنات، حصلنا مكان وايد حلو هني نقعد. لا يا ماما، خلينا نسير هني المكان وايد حلو. اي يا دانا، ما تعرفين ان هالمكان كله حشرات؟ خلونا هني احسن. بس يا ماما ليش؟ يا دانا انا احترم رايك، بس هالمكان فيه حشرات، خلونا هني احسن. ماما بس انا صدق اعرف هالمكان صدقيني. دانا خلاص، مو بلازم تكونين تعرفين كل شيء، يلا خلونا نقعد هني. انا اصلا اعرف كل شيء. يلا يا خواتي خلونا نلعب هني. اوكي يلا هني. جوجو تعبانة، بخليها تقعد عندي. لا لا لا، أسماء أولاد. الله فطامي، شوفي جوجو يا هيا. شوفي فطامي، شو اسم هذه الزهرة؟ هذه عرفت، هذه زهرة البنفسجية، اسمها زهرة البنفسج. شوفوا أنا أعرف كل شيء، أنا أعرف كل شيء. شفتوا يا دانا، هذه مو بزهرة البنفسج، هذه زهرة صحراوية. ها أولنا تعرف كل شيء. كأن تعرفين كل شيء. أنت ما تعرفين ولا شيء. هي فطامي اصبري. ماما أريد أروح الحمام. زين يا هيا، يا بنات منو بتاخذ هيا على الحمام؟ أنا يا ماما. أوكي يا دانا، وديها الحمام اللي قريب من عندنا. بس يا ماما في هناك حمام نظيف، بس هني مو وايد. لا يا دانا، كل الحمامات نظيفة، خذيها الأقرب. يلا يا دانا روحي. أوكي يا ماما. لدانا اصبريني، دانا يلا بوديش الحمام. يلا تعالي. شكرا دانا اديتيني الحمام. عفوا، بس الحين بوديش طريق مختصر، تراني اعرف كل شيء. يا دانا اكيد تعرفين. هي اعرف الطريق وايد مختصر، تعالي هني. دانا وين المكان؟ تعالي تعالي هني هني. ما بخايفة في نهار. عادي عادي، بس نقزي. يلا تعالي. ما اقدر. هيا، هذا الطريق مختصر، شوفي بس شي شوي سهل. اوكي شليني. هيا سهل، بس شي. واحد اثنين ثلاثة. اوه سويتها. بس شي، يلا تعالي تعالي. هيا تعالي، لا تضيعي مني. تعالي تعالي، في نهر كبير. ما زال نهر، انا ما اقدر اقفز. عادي عادي، بس شي. لا لا تسوين هذا. بس ابي بحاول. لا 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 لا، ليش؟ دانا ما اقدر. سهل، بس شي شوفي. خلاص دانا تعالي. تعالي من هني اسهل. دانا انا خايفه. تعالي يلا. واحد اثنين ثلاثه. ما اقدر دانا انا خايفه. يا هيا لا تخافين، امي بتزعل منا. يلا تعالي. ادي بنتي، هيا طريق سهل ومو بسهل، طلع وايد صعب ومخيف. انت ما تعرفين بس شي. ما اقدر، لازم هو يكون هني نين عيوني بالضبط. هذا مره بعيد، شوف كيف ما اقدر امسكه. دانا بيغيب الشمس وانا بعد هني. انزين خلصيني، يلا تعالي هني. انزين انت كل تصيحين تعالي هني، لا تضيعي الوقت. انا بعدي صغير، هذا وايد كبير. اوه
شكلها صدق ما تعرف. زين ما حرف غير هالطريق، طريق ثاني. خلاص انا بايلش بنسير مكان ثاني. يا تعال نسير الطريق ثاني. تعال يا خوافة اللي ما تعرفين شيء. اريد ماما. يلا لا ترقدين ماما. انتي قلتي بتغيب الشمس واذا بعد تمشين انا بسير كيف. لا 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 تعالي من هنا اسهل. انزين ليش ما وديتي هنا من الاول؟ انا على بالي تعرفين مثلي طلعتي ولا تعرفين شيء. يلا ماما. اوه يا ربي لو قال لي اتفلسف ولا اعرف الطريق ما اعرف شيء. صدق انا ضعت الماما ما اعرف مكانها الحين. تانا شو تقولين؟ ضعنا؟ لا تخافين لا تخافين انا اعرف. يلا يلا تعالي تعالي. يا ربي ما اعرف وين. خلاص انت وترتيني خليتيني انسى. ولا اصلا انا اعرف كل شيء بس بكيتي خليتيني انسى. يا أصدقائي الاعتراف بالخطأ فضيلة وليس شرطاً أن نكون على معرفة بكل الأمور، لهذا علينا أن نعرف حدود قدرتنا حتى لا نعرض أنفسنا للخطر. بسم الله عليك يا بنتي. دانا دانا جيب الدواء مال جوجو. ماما شو لونه؟ اللي لونه برتقالي بنكهة البرتقال. يلا يبيه. اوكي اوكي. بسم الله عليك. بسم الله بسم الله. خليني اشوف الكتب تقرأينها. ماما ماما هاي تخرب كتب مالي. ماما شوفي اخذت كتاب مالي. هيا هيا انا مو فاضيتك ولا فضولك. خلاص اعطيها الكتب مالتها. ماما اريد اعرف هي شو تقرا. اعطيني مو بلان تعرفي شو اقرا. خلاص خذي. صفانة طلعت مع امها. هي وين طالعه؟ اريد اعرف. واو ماما ماما شوفي. ماما ماما شوفي صفانة لابسه فستان حلو جميل. يا هيا عيب نحن ما لنا دخل يا الفضوليه. يلا بسرعه نزلي ما بلازم تطالعين الناس. ليش صفانة عندها فستان حلو انا لا؟ اكيد هي رايحه في لنا لابسه فستان حلو جميل. الا انا ما لابسه فستان حلو ما عندي. ايه
يا جوجو نامي نامي زين. ماما هات دواء. اوكي يا دانا. جوجو جوجو قومي اشربي الدواء عشان تنامين زين وتكونين بخير. تعالي يلا. ماما با. لا حبيبتي جوجو لا تشربين الدواء. يلا يا جوجو تعالي اشربي الدواء. تعالي اشربي بسويك الدواء بعدين بعطيك هدية يلا. يلا تعالي قولي بسم الله. يلا يا جوجو ترى هذا حلو طعم برتقال. يلا يا جوجو لو شربتي بعطيك كيكة يلا. يلا يلا بسم الله يلا عشان تكونين اوكي. ماري يا الله خلاص شكلها ما تشرب الدواء. يلا انا امسكي روحي هذا ارميه وحط الدواء في الثلاجة. اوكي بعطيها بعدين مو بالحين. اوكي يلا تعالي. عشان اريد اشرب ماي. عصير هذا عصير برتقال. جنة شوف هذا كامل. هذا شو هذا نص 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 كم شوف بس نص هذا يعني هذا وايد. OMG guys عصير بارد بشربها. اوه طعمه مو بحلو. خلاص خلاص بسكره. بطي 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 خلاص خلاص يا هيا بتصف الدكتورة ليلى اطمن عليك. شوفك يا هيا شوفك يا هيا. خلاص يا هيا اهدي اهدي الحين بتي الدكتورة. ها دكتورة ايه روح افتح الباب. اوكي يلا دكتورة لا دكتورة لازم لازم دكتورة عشان بتشوف بطنك. يلا يا هيا خلاص خلاص يتي يتي الدكتورة. الحمد لله يا دكتورة تعالي شوفي شو صار لبنتي بطنها يعورها. ماري ماري سلامات يا هيا شوفيك حبيبتي. عطني عطني يا الله قعدي قعدي شوفيها يا دكتورة. يلا يا هيا يلا يا هيا ما بتسوي شيء بس بتشوف. دام بطنك تعورت يعني اكلتي شيء ما يناسبك. ها ما حلف شو اكلت يا دكتورة. أنا حريصة على أكل بنتي كلها أطبخ لهم أكل صحي. أو يا هيا إنزين خبريني هل شربتي شيء؟ ها شربت ها شربت عصير كان على الطاولة هني. ها أنا ما سويت لكم عصير. ماما كان عصير ها صغير على الطاولة شو غلط
تخافين لا تخافين يا لولو، ما دام عرفت السبب خلاص بعالجها، بس لازم اسوي لها ابرة اخفف الالم عنها وبعدها تاخذينها للمستشفى. ها اوكي اوكي. يا ردي ما جرب الدواء. يا دانا انت غلطانة لانك ما رميت الدواء، وانت يا هيا ما يصير اللي سويتيه، الفضول اللي فيك خلاك تشربين الدواء، بس الله ستر عليك والدكتورة ليلى بتعالجك. ويعجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، لا تنسون فعلنا انستغرام وتيك توك وسناب. باي، نحبكم، ضيفونا سناب نصور في يومياتنا وحياتنا. ضيفونا نحبكم، مع السلامة. يا أصدقائي لا تجعلوا الفضول يقودكم إلى تصرفات خاطئة، وكونوا على حذر من الأدوية. ورسالة للأمهات العزيزات، علينا أن نبعد الأدوية عن متناول الأطفال، لأن البعوض يحبون الأندومي ويأكلونها عليك وبيهجمون عليك يا جوجو. روح ما يبقى ما روح. وقبل ما تشوفون الفيديو سووا لنا لايك واكتبوا لنا تعليق تحت عشان نثبته. يلا لولو اريد اندومي. اوكي تعالي بنسير البقاله. اوكي يا جوجو يبتلك اندومي، يلا انا بروح امشي هني وانت كلي الاندومي. اوكي. الله اندومي. جوجو وياها اندومي، اريد اكل اندومي. والله فرصه ضار عندها، لولو مو موجوده. نجود جوجو عادي تعطيني اندومي؟ لا يعني لا. يا الله ليه ما تعطيني؟ انا ما جبت فلوس عشان اشتري من البقاله. اوه يا ربي شو اسوي؟ اها جوجو تعرفين ان في بعوض تلها حديقه، لو شموا ريحه الاندومي بتي عليش البعوضة، لأن البعوض يحبون الأندومي وبيأكلونها عليك وبيهجمون عليك يا جوجو. ها بعوض أنا هايفة. صدقت صدقت. أخيرا باكلها على راحتي. بعوض بعوض لولو لولو من انت؟ بعوض بعوض. في بعوض انا خايفة. وين تحب كوتر؟ اوه خلاص شبعت من الاندومي الحين، الحين باخذ سكوتر فطامي. فطامي فطامي تعالي تعالي تعالي. شو دانا؟ شو تبين يا دانا؟ انا عرفت من سكوتر، ما بعطيك مستحيل. لحظة لحظة بقول لك شيء، اصلا انا ما قلت اني اريد السكوتر، بس انصحك لان في بعوضة هني يشوف السكوتر ويهجمون عليك، انصحك تخلين السكوتر وتروحين. ولد بيهجمون علي لان ايدك مو نظيفة، بسرعة بسرعة روحي غسلي يدك وانا بمسك السكوتر. اوكي اوكي بسرعة. صدقت الحين بلعب بالسكوتر. قصيت عليها. بعوض لا تغسل يدي. شو يقولون؟ شكلهم عندهم سالفة حلوة. بروح أسأل لولو وهيا. شو تسوون؟ يا دانا هيا كانت تقول القصة اللي استوت معاها في المدرسة. أنتوا تقولون قصص والحين البعوض بيقرب منكم. بس ما أشوف شيء يا دانا. الحين الحين هن قريبات. ها بعوض بيتم علي؟ أنا خايفة. قولي خير يا دانا، ان شاء الله نحن بنقعد بنستمتع وبنروح البيت ونحن بخير. اصلا انا اعرف البعوض يحب
لأن دمي سكر. أو يا دانتي بين التشاؤم، يلا هيا تعالي نروح نمشي. أنا قلت البعوض يحب دمي لأن دمي سكر. أوه استفدت منهم، حطوا بسكويت نسيت لولو وباكلة. أوه بروح أغسل يدي. أوه شو هذا؟ أوه روح بعوض بعوض روح روح ماي ماي ما روح. شو هذا بعوض؟ ساعدوني الباب سكر. بعوض يما بعوض يما الباب سكر. لولو لولو ساعديني. شو هجم عليها البعوض؟ بروح اشوف شو فيها. يا دانا دانا شوفي ليش تصرخين؟ بعوض. اوه اوه يا دانا لا 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 ما اقدر اساعدك، بيهجم علي البعوض، شو اسوي لك؟ روحي روحي بعيد، اركضي اركضي يا دانا يلا بسرعه. كيف اركض انا ما اشوف شيء؟ شفتي يا دانا هذا كله من كلامك ومنطوقك. الله يهديك، كنتي قلتي كلام طيب وتمنيتي الخير. يا أصدقائي علينا أن نتفائل بالخير ولا نكون سبباً في خداع الآخرين وإزعاجهم، وتذكروا أن التفاؤل لا يأتي إلا بالخير لأنه حسن الظن بالله سبحانه.